بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا ما ينفعنا واكتبه لنا وأنت مبارك لنا فيه. أمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. أيوه، يقول مخلصين له الدين، مخلصين لك الحالة ذيك، حال يعني الضيق والموت تل بكل وجوهها، وما وقتها يمني فما موت ما تقتلي لنا في الواحد جراية في الفلاوات، جراية هذا ما عنده شيء يعطلها، صار روحها تنقز وتشرق وتغرب كما تشاء، ولا هكا تسكن ولا بعد تقفز وانت ماشي. هذا حال الغافلين المستكبرين في الأرض، الولايات المتخذة والمملكة المتخذة، العجوز وأوروبا المتخذة، وهكذا كلهم جريئين ما دام ما جاش بلاء من الرب العظيم، زال يمد لهم مدا. هيا قال لك هو احنا أسياد، أسياد أسياد هي كرب، أسياد وأسياد هي غرب، أسياد وأسياد هي شرق، أسياد ولا فم شيء من السيادة في شيء، بل هم تحت طائلة الشيطان الرجيم الذي سلبهم ذواتهم والعياذ بالله، ذواتهم والعياذ بالله. نعود إن شاء الله تعالى.